المعتاد كل سنة وعند اقتراب موعد الامتحانات الرسمية يشهد تدفق شبكة الانترنت ضعفا وانقطاعا كبيرين كإجراء احترازي لمحاربة الغش الافتراضي خلال موعد الامتحان. انقطاع يقطع صلة الكثير بالعالم، ما يسبب خسائر اقتصادية وتذمرا كبيرين. لكن الملفت للانتباه هذه السنة أن هذا السيناريو لم يتكرر، بحيث لم يتم قطع الشبكة، الأمر الذي استحسنه العديد من المواطنين خاصة الشباب منهم. كي يوصلوا هذو الوجبة تاع الباك ولا تاع السيام ولا تنقص كونيكسيو بزاف، تقريبا نهار كامل غير مع شي 8 يورو مدير حساب لي سوجي يخرجوا هذو صوالح. 100 سنة ما كانت، 100 سنة راهي مليحة. ماركيت باللي كاينة كونيكسيو. خممت مع اللي قلت كيفاش شغل البيا منهم، قلت واقيلا هما طلقوا شغل رخاوها شوية، قال لك باللي تما كاش راهم يغشوا بزاف ولا. من طالب مقبل على شهادة البكالوريا يستعمل الانترنت في المراجعة إلى عامل في خدمة توصيل الوجبات، كلهم أجمعوا أن انقطاعات الانترنت في السابق كانت تسبب لهم الكثير من المشاكل، لكن الأمر مختلف حسبهم هذه السنة. عندي الباك مولف قبل الباك، خدش ما بين البيوم والباك ما كانش بزاف، مولفين حول كونيكسيون في البيوم وكلمة ديك شوية ثقيلة، أنت دوكا تقعد تسنح تجي لا كونيكسيون باش تكمل تريفيزيت، مي هاد المرة مليحة خلاو أنا جي سي با إلا على جنة ولا على جال. تقدر تافونسي شغل دير عفايس في لا جورني بالانترنت، ماشي كيما تكون بلا كونيكسيون، ما تقدرش تلتحق مع باليش أنا بعفايس باغ إكزومبل، واحد يكون خدام بليفريزون منا شغل لي بيب تاعو ما يلحقوش، راك فاهم تما دوكا كي كاين الانترنت الإنسان هذيك السمانة ما تروحلوش. عدم قطع شبكة الانترنت خلال الامتحانات الرسمية هذه السنة مؤشر حسن على تجاوز مرحلة استفحال الغش في الامتحانات، كما أنها خطوة مسؤولة ساهمت كثيرا في عدم ضياع مصالح المواطنين.